كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان يا ما شفايفك قالولي وهم بيهمسولي بحبك وأيوة ده صوتك وصوتك كمان ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حبيبي أحس بأماكن بلادي لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت يرجع لي روحي يا حبيبي أحس بأمان حتى وأنا بتنزل على كتفك دموعي والتجارح المداوية يا حبيبي وأغرب ما في حياتي عشقة وياك أهاتي وعرفة إن جوا قساوتك مدار الحنان في حاجة نفسي فيها ويا ما حلمت بيها تاخدني حبيبي في حضنك ويقف الزمان ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حتى وانا بتنزل على كتفك دموعي وانت جارح لي مداوي يا حبيبي بحس بأمان بلادي لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي اه حبيبي انا هشوف خالد واطلب منه ينسى الموضوع ده وبس خلاص ريم صدقيني انا عارف ومتاكد كويس جدا ان لسه بدري عليا وعارف ان انا مش جاهز وده ما يمنعش ابدا ان احنا نقف جنب بعض خالد انت شاب كتير طيب واهلك ناس طيبين واي بنت بتتمنى عليك حتى انا ما بنكر ابدا اني كتير معجبه فيك بس هذا الموضوع ما بخليني اخد قرار هالقد مهم بحياتي سيبني استنى هنا انت بتعمل ايه بس انت ما تسمعش الكلام ده يا حبيبي مش قلت لك جوه امشي يا لا ولو ما مشيتش يعني هتعمل ايه لا مش هعمل حاجه يعني انت مش ناوي تجيبيها لبره كل شويه واحد جديد افضل الم في بلاوي من وراكي صدقيني يا ريم أنا فكرت كتير قوي قبل ما أخد القرار ده أنت الوحيدة اللي ممكن جمانة تتقبلها كأم في حياتها ومن غير مشاكل الشخص اللي أنت شفته امبارح ده هو ورجالته لو شفتهم تاني اوعى تحتك بيهم ياه للدرجة دي خايفة عليهم افهم بقى أنا خايفة عليك أنت لا يا ستي كتر خيرك ألف شكر تامر أنت مش قد الناس دي علشان كده مش هينفع نتقابل تاني وما تحاولش توصل لي مش قد الناس دي ليه إن شاء الله هم مافيا ولا إيه
ادخل. في ايه؟ صوتك ماله؟ قلقتني؟ في حاجه حصلت مع عمران ولا ايه؟ انت كل تفكيرك في الشغل كده. مفيش حاجه في الشغل. الحاج عمران استلم حاجته، كل حاجه تمام. تمام. امال في ايه بقى؟ انا طلبت ادريم. الو. ايوه عادي، انت فين؟ طب استني عندك، واول ما هاجي هكلمك تخرجي لي على طول. لما اجي هقولك. سلام. بس يا ستي، ده اللي انا فكرت فيه بعد ما وزنت الموضوع من كل النواحي، واديني قلتلك قبل ما فريد يجي علشان نعرف نتصرف. بس بقولك ايه، الموضوع ده سر لحد ما يجي وقته. ماشي ماشي حبيبتي. المهم دلوقتي انا عايزاكي تقربي من جمانة على قد ما تقدري، وتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تكسبيها في صفك. ايه ده؟ هو انت مش ناويه تساعديني في الموضوع ده ولا ايه؟ هساعدك طبعا يا روحي. هقولك على كل حاجه. هقولك هي بتحب تلبس ايه، بتحب تاكل ايه، وهقولك كمان الحواديت اللي بتحب تسمعها قبل النوم. تخافيش. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه مالك بتقوليها من غير نفس ليه كده؟ قلقانه من مجدي يا ناديه، خايفه ابوظ لنا كل حاجه بريم بتاعته دي. لا يطلع بيحبها فعلا. لا 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 لا، تشغليش بالك. احنا قلنا قبل كده لو لقيناه محتار بينك وبين ريم هنعمل ايه؟ ايه؟ هنشيل ريم من قدامه، يبقى مفيش قدامه غير مين؟ عايده. بس كده. فهمت كده هنعمل ايه؟ لو عليا انا فهمت. امال في ايه؟ في ان منعم يفهم وبعدين يوافق. لا ده لازم يفهم ويوافق كمان. امال انت دورك ايه؟ ليلى ركزي معايا، الله يخليكي. عايزين نخلص الموضوع ده عشان نحقق حلمنا زي ما اتفقنا، ولا ايه؟ حاضر. طيب يلا روحي انت، ولو عايزه تمشي شويه بدري عشان تقعدي مع منعم وتظبطي معاه الموضوع مفيش مشكله. هشوف هعمل ايه وارد عليك. ماشي يلا. عن اذنك. يا عمران قالت لي ان اللي اسمه مجدي ده ظهر من ناحيته اي حاجه. يعني بالمنطق، راجل ارمل وغني وصغير وعنده بنت، خايف يجيب لها مرات اب تعقدها وتقلب له حياته. ما صدق لقى واحده بنته بتحبها وفي نفس الوقت هو واثق فيها وفي اخلاقها. يبقى كده عايزها مربيه لبنته مش محبها. لا لا، الراجل ما قالش كده. يمكن يكون بيحبها بس يعني عشان وضعه الاجتماعي ومركزه يعني. طب وخالد؟ هي دي بقى المشكله، والمشكله دي ما يحسمهاش غير ريم ومش اي حد تاني. دي ورطه ايه بس يا رب دي؟ انتوا مستنيين حد؟ لا خالص. لا لا استنى انت، انا هروح افتح. مساء الخير. مساء النور. مش دي شقه الاستاذ كمال والد الاستاذه ريم؟ ايوه يا فندم. مين يا ساميه؟ استاذ كمال مساء الخير. مساء النور يا استاذ مجدي. يا ترى انا جيت في وقت غير مناسب؟ لا ابدا بالعكس، اتفضل. جاهزة؟ أكيد جاهزة. طب يلا بينا. يلا بينا. أيوة بس ده مش صح يا ليلى. ومش صح ليه إن شاء الله؟ عشان لا مؤاخذة يعني الأستاذ مراد والست مراته دي شركة مع بعض. إيه اللي هيخليه بقى يفكر إن هو يشاركني؟ هو لا مؤاخذة يعني إيه اللي هيخليه يسمسر من وراه؟ لا الراجل مش عايز يسمسر ولا حاجة، الراجل عايز يساعدنا. آه. ومراته بقى من النوع اللي بتقف على الواحدة، ولو عرفت هتوقف لنا مراكب السير. طب هو هيساعدنا ليه يا ليلى يعني؟ انا مش مطمع. طب بص يا منعم، عارف الراجل لو مضى معاك العقد هيكسب كام في السنه؟ كام بقى؟ نص مليون جنيه. يا دين النبي، نص مليون؟ غير كده كمان لما يكون شريكك في الورشه هياخد منك نسبه ارباح، يعني كسبان من هنا وكسبان من هنا. ما حدش بيعمل حاجه لوجه الله يا منعم.
الزهر كده يا ليلى. طيب يعني مش طب ها قلت ايه بقى؟ قلت لا اله الا الله. سيبيني افكر كده بس و ان شاء الله خير. اسيبك ده ايه؟ يلا روح غير هدومك وخد شاور، النهارده احنا رايحين لهم الفيلا. ايه ده النهارده العزومه بتاعت مدام جولنار دي؟ النهارده عزومه عندهم. يلا يا منى بلاش توقف المراكب السير، خلي ربنا يفتحها في وشنا. حاضر يا ليلى. في حب مارق مثل نسمة باردة، وذكريات بتترك عطر محله، وفي حب مثل العاصفة الشاردة بتروح وبتاخد حياتك كلها. أتمنى أن أكون وضحت موقفي بشكل مناسب. الصورة وضحت يا أستاذ مجدي، احنا متشكرين قوي على الزيارة الجميلة دي. وانا اسف مرة تانية لو كنت جيت من غير ميعاد، بس ما لقيتش قدامي حل تاني غير كده. تشرفنا ونورتنا يا استاذ مجدي، بس انت لسه ما شفتش ريم. انا زيارتي في الاساس يا هانم علشان اتكلم مع كمال بيه وما يحصلش اي لبس، وكل اللي بطلبه منكم طبعا ده لو ما عندكمش مانع انكم تدعموا موقفي عند الانسه ريم. صدقوني انا وبنتي محتاجين لها قوي. مفهوم يا ابني مفهوم، واللي فيه النصيب يقدمه ربنا بإذن ومشيئته. إن شاء الله. تصبحوا على خير. وأنت من أهل الخير. فرصة سعيدة يا سامي يا هاني. أنا أسعد نفسي. تفضل. شكرا. مع السلامة. دي حيرة إيه دي بس يا ربي؟ دلوقتي بس فهمت إيه اللي حاسة بيه ريم. الله يكون في عونها. اوعي تضيع منك ارقامي ولا ارقام دكتور مختار، ولو لا قدر الله في اي حاجه ما تتردديش لحظه انك تتصلي باي حد فينا. مش عايز اشوف وشك هنا تاني، الا طبعا لو جاي تسلمي علينا يعني او تطمني. محمد عمر يا دكتور رفعت تعال، ده تصريح الخروج. ايه في حاجه ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه. اتفضلي يا مدام. التاكسي مستنيكي بره. هي اللي خارجه من المصحه دي؟ ايوه هي. طب ما ننزل نجيبها هنا قدام المستشفى. يعني ايه هيتجوزها؟ اهدي يا عايده عشان اعرف افكر. لا مش هسكت لحد ما الهانم دي تيجي وتبقى هي الكل في الكل. يوه بقولك اهدي بقى ما تضطرنيش، انا هلاقي حل. وايه هو الحل بقى؟ ان انا اروح اترمي تحت رجليه واقول له اتجوزني مش كده؟ مش هيحصل يا فريد، مش هيحصل. حتى ده كمان مبقاش ينفع، هو عرض عليها خلاص ومستني منها الرد. طبعا السنيوره ما هتصدق. خليك وراها وما تسيبهاش لحظة. استنى مني تليفون. يلا هنا. ايوه الدكتور الزفت برضو خرج. الملفات القديمة هتتفتح تاني. ما كانت ناقصاها، هي ناقصة هنا. طب تصدق يمكن ربنا عمل كده عشان بيحبنا، علشان نلحق البلوة اللي جايبها لنا مجدي دي. انا مش فاهم خالص انت بتقولي ايه. كلمه قوله. اكلم مين؟
كلم مادي قول له. لا طبعا مش هكلمه، انت اتجننتي؟ اسمع كلامي، كلمه قول له، هو كده كده هيعرف. يلا. حاضر. ممكن تستناني شوية يا اسطى؟ يمكن احتاجك. لا والله مش فاضي، ورايا مشوار. طب حسابك كام؟ 35. اتفضل. عادل فين؟ عادل مين؟ عادل صاحب الشقة دي. لا دي شقتي انا. قصدك الأستاذ عادل، أنا اشتريت الشقة منه من 6 شهور. محدش بيرد. أنت بتكلم مين؟ شركة الحراسة. ليه؟ هزود الحراسة، أنا مش مستغني عن بنتي. طب خلاص يلا أنا هعمل كده. دي النتيجة اللي كنت خايف منها، دي اللحظة اللي كنت عامل حسابها. أنا نفسي أعرف أنت متوتر ليه دلوقتي كده؟ أنت ناسي هنا خيالها المريض مصور لها إيه؟ ناسي هي هددت بإيه وهي داخلة مستشفى؟ هنا برا المصحة خطر، خطر على جمانة، ولا أنت ناسي؟ مش أنت اللي قلت لي إن وجودها في المستشفى هيبقى أحسن ليها ولينا؟ ممكن تهدى شوية يا مجدي، إحنا مش عايزين البنت تحس بأي حاجة. وأنا توتري ده كله ليه يعني؟ أنا لو عليا هعرف أحمي نفسي. نعرف كمان إن إحنا مش بنا كويس أوي. أهم حاجة بس الفترة الجاية تقنعها إن مفيش خروجات كتير ولا فسحة. دي مشكلة تانية بقى. البنت من غير حاجة ما بتخرجش تقريبا، مخنوقة. طب كده كويس. كويس ازاي بس؟ يعني كده مش هنضطر نعمل أي إجراءات تخليها تحس إن في حاجة اتغيرت. بقول لك إيه يا عايدة؟ ما تيجي نلعب مع البنت شوية وتاخدي وتدي معاها في الكلام كده. نعم. أنا ماليش في الأطفال يا نادية، أنتِ عارفة. هو ده اللي اتفقنا عليه يا عايدة؟ قلنا إيه؟ خلاص بقى يا كمال هدي اعصابك، وهي سلمى قاعده معاها واكيد هتحكي لها، وسلمى هتعرف تتصرف. اللي تعبني ان انا عارف بنتي، ما لو كانت حاسمه امرها ما كانتش بقت في الوضع ده. رغم اني كنت حاسه انها مياله اكتر لخالد، بس تصرفاتها بتقول غير كده، بتقول ان هي لسه مش قادره تاخد قرار. يمكن علشان مجدي ووضعه مختلف. مش فاهمه. يعني اولا هو مديرها في الشغل، وده لوحده يعمل حاجز. ثانياً أرمل وعنده طفلة، يبقى المنطقي إن كافة مشاعرها تميل ناحية خالد، وطبعاً ده مش معناه أبداً إن تحسم أمرها لصالح خالد. بقول لك إيه؟ ما تكبرش الموضوع وتديله أكبر من حجمه. يعني إيه؟ يعني في الأول وفي الآخر ده نصيب، وهي مش هتاخد غير نصيبها مهما حتى عملنا إيه. ونعم بالله. ثانياً هي هتقدر تقول لسلمى اللي يمكن ما تقدرش تقوله لنا إحنا، عشان كده سيبهم لوحديهم واحنا نتدخل في الوقت المناسب. عندك حق. والله رأي انا قلتولك من زمان، من يوم العربية الاسبور، فاكراها؟ ايوه فاكرة. هو دي اللحظة بقى اللي انا كنت خايفة نوصل لها، واشوفك قدامي محتارة كده. طب ربنا يخليكي، قوليلي هعمل ايه من غير رغي ونصايح؟ انا رغاية؟ ماشي. اسمعي يا بنت عم كمال. ايه يا بنتي والموبايل قرصك؟ ده خالد. ما انت شايفه ان ده خالد؟ على فكره ايا كان الموضوع مستحى خالص اللي انت بتعمليه ده. مش عارفه بقى. بقول لك ايه يا ام احمد؟ هات لنا حاجه نشربها احنا الاربعه والمره. ايه؟ سخنه ولا بارده؟
لا سخنه ايه في المجهود اللي احنا عمالين نعمله ده؟ هات لنا حاجه فريش، عصير ولا حاجه. اه قصدك طازه يعني؟ اه قصدي طازه. طيب حاضر. وانا يا دادا عاوزه ايس كريم من عينيا. بقولك ايه يا جوجو، احنا هنروح نستريح شويه بقى. بس احنا لسه ما خلصناش لعب. ما انا عارفه احنا هنريح شويه وبعدين نرجع نكمل لعب، بس احنا عشان كبار بنتعب بسرعه. انا هروح العب لوحدي. ماشي. لا. لا 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 انا ما اقدرش على كده، اتخنقت. ما اقدرش. اتخنقت ايه يا عايده؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. لسه بنقول يا هادي؟ امال لما هنخش في الجد هعمل ايه؟ انا خلصت. خلصتي ايه يا حبيبتي؟ اسمعي بس يا عايده، احنا نوصل للي احنا عايزينه ونعمل اللي في دماغنا، وبعد كده بيهاتي مربيه ولا حاجه. مربيه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت هتسيبيني في الورطه دي لوحدي؟ لا مش هسيبك يا حبيبتي. وبعدين اسيبك ازاي؟ دي جمانه حبيبه قلبي. ايه هتفضلي قاعده زي التمثال كده كتير؟ تفتكري لو فضلت ما ردش عليه هيجي لي الشركه؟ والله حسب اللي حكيتولي عنه يعملها ويعمل ابوها كمان. طب انا اعمل ايه عشان اعرف ابعد عنهم هما الاثنين وافكر بهدوء؟ بص خالد امره بسيط، ممكن تبعد عنه بسهوله، لكن مجدي بقى هتعملي معاه ايه؟ هتاخدي اجازه طويله ولا هتستقيلي؟ طب وجمانة؟ مالها جمانة؟ انت مش فاهمه متعلقه بيا قد ايه. بصراحه ما قلتليش قبل كده ان جمانة كمان متقدمه لك. ايوه يا شيخه اضحكي بقى، فكيها بقى ربنا يفرجها. ازيك يا ماما؟ مش عايزه اي حاجه؟ لا يا حبيبي، عايزه سلامتك. تعال. عايز تقول لي ايه؟ لا ولا حاجه. هو ما كلمكيش ولا ايه؟ لا يا سيدي ما كلمنيش. الراجل مموت نفسه في الشغل عشان يعوض الايام اللي قعدها. شغل؟ اه فعلا تلاقيه موت نفسه في الشغل، ربنا يعين. ادخل في الموضوع على طول. عملت ايه مع ريم؟ بقول لكم ايه يا جدعان، في تاكسي اهو. عارفين ان شاء الله. خد بس، ولا انت مش صاحب مزاج ولا ايه؟ حتى لو مش صاحب مزاج ابقى صاحب مزاج عشان خاطر عيونك. احبك وانت رايق وما اشوفكش وانت متضايق. يلا هات انت بقى انزلي، يلا كنا نسوان معاك وانزل. هو انا خاطفينك ولا هنسرقك؟ لا روح امك. انزل يا اخويا، مش كل مره هيضحك عليا. بصراحه بجد يعني يا عمو انا ما بعرفش اكل اكل عليها القيمه غير عندكم. تسلم ايدك يا عمو. بالهنا والشفا يا بنتي. على فكره مش ملاحظين المره دي ان الاكل له طعم مختلف؟ اه الملح مظبوط والاكل مستوي كويس. يعني ايه؟ قبل كده كل الحاجات دي ما كانتش موجوده؟ ماشي يا سلمى، اقول لكم الحق، النهارده طعمه مختلف عشان طنط ساميه ساعدتني فيه، واقول صراحه هي اللي عاملاه. والله قلت كده، تاتش الستات بقى بصراحه لا يعلى عليه. ولا ايه يا ريم؟ ايه كلمتيني؟ لا انت واضح انك مش معانا خالص، وبصراحه بقى طنط ساميه لها حق تزعل مني. ليه انا عملت ايه؟ حضرتك زعلانه مني ولا حاجه؟ طبعا لا يا حبيبتي، بس سلمى بتحب تهدي النفوس. طب بذمتك في احلى من انك تهدي النفوس؟ ربنا يقدرنا على الطيب يا رب. انت مصيبه على فكره. جبتيها منين دي؟ ولا اعرف، لقيتها. ريم شو بكي يا بابا؟ ما قاعدين كلنا سوا وما في حدا غريب. انت كتير عاطي الموضوع اهميه، ما بده هالقد. اي موضوع؟ يا ابني سيبها على الله، واللي ربك رايده هيكون. ونعم بالله هتفرق. مساء الخير يا حاج صلاح، ناسيني انت ما بتكلمنيش خالص. انت بتتكلم جد يا حاج؟ طب
وليه بكره؟ ما خير البر عاجله. انا ممكن يكون عندك مسافه الطريق بس، والشباب خلصوا كل حاجه يعني هاجي استلم على طول. ماشي يا حاج، ربنا ما يحرمني منك ابدا. سلام. خير؟ البضاعه اللي انا كنت مستنيها توصل الحمد لله، جزء كبير منها وصل، والحاج مستنيني دلوقتي عشان اروح استلم. قلت لك هتفرج. بركه دعائك يا ست الكل. اما اشوف بقى منعم فين. ايه يا خلود يا عم، انت سايبني يا عم كده الله يسوي، سايبني لوحدي في ايه؟ خير عم؟ ليلى ورطتني في عزومه عند الراجل صاحب الشركه وقالت لي ان انا لازم اكون شيك. وانت طبعا ما عندكش اي فكره عن الحكايه دي. تتر عليا يا خالد، عايز ايه؟ خلص. ربنا معاك ويوفقكم. الحاج صلاح كلمني وقال لي ان جزء من البضاعه وصل. ايوه، انا مطلوب مني ايه يعني؟ مطلوب ان انا استلف منك عربيه كالعاده يعني، واروح اجيب البضاعه وارجع بسرعه. وزي كل مره بقى ولا هتجيبها سليمه؟ عيب عليك بقى يا شقيق. لا عيب عليك انت يا اخويا. طب بقول لك ايه؟ احنا هندور في الموضوع ده ولا هنقصر؟ ماشي يا خالد، روح الورشه وخد المفتاح من يحيى. اصلي. ماشي يا اخوي، سلام. هريم يا حبيبتي، لو سمحتي لي يعني، ولو ان ده مش تدخل في خصوصياتك، موضوع خالد ومجدي ده موضوع عادي جدا بيحصل لاي بنت يعني، الموضوع مش مستاهل منك كل الارتباك ده، ده موضوع عادي جدا. عادي ازاي بس يا طنط؟ طيب خالد اوكي، بس عمري ما كنت اتوقع ان الموضوع ده يجي برضو من طرف استاذ مجدي. وليه لا بقى؟ راجل غني وارمل ومحتاج يتجوز واحده يطمن على بنته معاها. واللي انا فهمته منك ومنه ان البنت بتحبك، وهو شايف ان انتوا منسجمين مع بعض. طب بذمتك بقى، اي واحد في مكانه ولقى الفرصه دي ممكن يضيعها من ايده؟ طيب وفرصتي بقى انا فين؟ كل واحد منهم عمل اللي عايزه من غير ما يفكروا انا عايزه ايه، ومحدش منهم اداني فرصه، ده يبقى عدل؟ لا بقى يا ريم، ان جيتي الحق انت مايله لخالد ده اكتر. والله ايه هنكذب؟ بقول لك يا عم، مفيش كده يعني حاجه حلوه بعد العشاء؟ ما تقلقيش، تشربي الشاي والحلو موجود. بجد؟ ايه، بسبوسه بالقشطه برضه؟ لا يا ستي، ام علي المره دي. دي كان ليها وحشه قوي. بقول لك ايه يا ست ريم، هو مين فيهم يعني بيحب ام علي اكتر؟ هما مين دول؟ هيكون مين؟ العريسين. هتنامي في البلكونه الليله دي. خليك شاهد يا عمو على بنتك، على فكره مفتريه بقى بجد، شايفه يا طنط؟ معلش يا عمو، ما تاخديش في بالك. وانت بدك تغيري لي وجهك ولا بنزل بجيبه ونتنيهم لهون؟ بربطهم وبضل اضرب فيهم تيقولوا لك حقك علينا ويعتذروا منك. هيك تحكي؟ ما بدي اياك تزعلي طول ما انا عايش. خلصت حبيبي؟ كويس كده؟ شيك قوي، ده مراد حبيبي اللي انا اعرفه. مش كنا طلبنا اي اكل جاهز وخلاص بدل كل اللي انت عاملاه بره ده؟ الموضوع مش مستاهل كل ده. اولا انا مزاجي اعمل عزومه كلاس، ثانيا لو انت شايف ده كتير عليهم فهو مش كتير علينا، ولا ايه؟ دي بقى يا سيدي البضاعه بتاعتك، صحيح الكرتونه صغيره بس هتجيب لك فلوس كتير قوي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا سكره. طب بقول لك ايه؟ طب ما تقعد معايا نشرب القهوه سوا. لا 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 ولا اي حاجه، ده انا يا دوبك اتحرك دلوقتي عشان اخلص بدري بدري. دايما دايما مستعجل، لسه بدري، قدامنا 3 4 ساعات عالم المحلات تبتدي تقفل. معلش يا حاج، هبقى اشرب القهوه معاك وانا جاي اجيب لك فلوس البضاعه باذن الله. طيب يا ابني مش هعطلك، استنى. حسين خد امر، نزل البضاعة دي لغاية العربية مع الباشمهندس. حاضر حبيبي. يلا اجري. ألف سلامة. دعواتك يا حاج. سلامة يا حبيبي. السلام عليكم. ربنا يسهل لك يا رب، ربنا يسهل لك. ايه؟ هنفضل كده لحد امتى؟ بنت الجنيه دي ما بتهمتش، هنفضل كده لحد ما تنزل وبعد كده نبلغه.
وفاء موجودة؟ خرجت امتى؟ واحنا هنفضل نتكلم كده واحنا على الباب؟ هنا؟ متشاكين يا شبح؟ شايف الناس دول عايشين ازاي؟ اللهم صل على النبي. ارزاق. محدش قال حاجة، بس لما جيلنا الفرصة والراجل يبقى عايز يكسب ويكسبنا، نرفضها؟ يا ستي محدش قال كده. تفتكر ناس زي دول هيفرق معاهم 200 ولا 300 ألف ولا حتى نص مليون؟ حتى لو كسبنا المبلغ ده هيكونوا كسبوا قده 10 مرات. يا ليلى. هنا سامحيني، الموضوع مش بإيدي. دول كلهم كام يوم يا وفاء؟ يعني بس ألاقي مكان وبعد كده همشي. طب استني. دي مجنونة. عارفة يعني إيه مجنونة يا ست هانم؟ أنت إيه؟ مش خايف على أولادنا؟ وطي صوتك، أبوس إيدك. كلها كام يوم وهتشوف مكان تاني. ما ينفعش كلنا نتخلى عنها. إزاي بقى؟ إذا كان جوزها طلقها وباع الشقة، يبقى عايزاني أنا أستحملها بتاع إيه؟ طب عليا الطلاق دي التلاتة. خلاص خلاص خلاص. كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني، من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان. يا ما شفايفك قالولي وهم بيحمسولي بحبك، وايوه ده صوتك وصوتك كمان. ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني، ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان. حبيبي بحس بأمان يملاني لو بنطع حروف اسمك ساعتها، لو بموت ترجع لي روح. يا حبيبي بحس بأمان حتى وانا بتنزل على كتفك جوا عيون تجارح للمداوي. يا حبيبي بحس حبيبي. وأغرب ما في حياتي عشقة وياك قهاتي، وعرفة إني جوا قساوتك مدار الحلال. في حاجة نفسي فيها ويا ما حلمت بيها، تاخدني حبيبي في حضنك ويوقف الزمان. ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس.